مكة الآن تعيش أجمل أيامها في السنة. تفرجوا على الأجواء، تفرجوا على الغيوم، تفرجوا على الشوارع غرقانة ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يا مكة وجمالك الله. المفروض تعطوني 500 ريال غرامة الجوال علشان قاعد أصور لكم. لا وقال لك دمي خفيف، أقول له لك نفس تخالف في الأجواء الجميلة هذه؟ طالع فيني كده النظرة أبلغ من كلام، يعني انطم. الله يسعده، بس عملهم وأنا غلطان، عملهم وأنا غلطان غلطان، قاعد أصور ولازلت أصور، إيش قلة الأدب. لا والله أمزح، أنا في المواقف حقة النادي. أحلى تمرين مع الأجواء الجميلة هذه. آخر ساعة في اليوم إن شاء الله يستجاب فيها الدعوة، وأمطار إن شاء الله يستجاب فيها الدعوة. اللهم انصر أخواننا في غزة، اللهم احمهم، اللهم سد خطاهم، اللهم وفقهم وابعد عنهم الاحتلال الصهيوني يا رب. أدعو قولوا آمين، واللي في مكة وبرا مكة يدعي لأخواننا الفلسطينيين. في أمان الله.